بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأهل بيته وأصحابه الطيبين الصادقين الطاهرين أجمعين. الآن سوف يكون هذا الموضوع عن سورة الفاتحة حقيقة، وهناك بعض الأمور الكثيرة المغلوطة المنتشرة هنا وهناك، وكانت لدينا فرصة عظيمة الآن وجود الدكتور رشيد معنا، ربما نستطيع أن نتحقق من بعض الكلمات، قد نتفق مع الرجل وربما نختلف معه، ولكن من خلال هذا الحوار السريع ربما نتمكن من إيصال رسالة في الحق لأهل الحق. ونبدأ. دكتور رشيد، حياك الله وأهلا وسهلا بك بداية. أهلا بك يا إسلامي، تفضل. سورة الفاتحة، الخلاف والاختلاف هنا في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي أول آية في سورة الفاتحة أم أنها ليست من الفاتحة؟ وهذه القضية أحدثت خلاف كثير جدا، ربما يكون لك رأي في هذه القضية، وربما لدينا إضافة بإمكانك التعليق والرد عليها أيضا، ولكن نسمع منك أنت بداية، تفضل. أخ إسلامي، أنا أعتقد، وهذه طبعا عقيدتي وهذا أقصى علمي، يعني ما وصلت إليه لغاية اللحظة هاي، أن بسم الله الرحمن الرحيم هي أول آية في كتاب الله. نعم، هي جزء من الفاتحة، ولا تجوز الفاتحة بدون هذه الآية الكريمة. مايك. كلمة الحمد في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ماذا تعني كلمة الحمد؟ تفضل لك المايك. لا شك يا إسلامي، تحدثنا عن هذا في سابق اللقاءات، وأتوقع أنه حاولنا أن نميز بين هذه المفردة، مفردة الحمد ومفردة الشكر، كلمتين متقاربات في المعنى لكن لسنا مش متطابقات، يعني كلمتين يعني بيعطن للشخص للوهلة الأولى بأنهن يعني مترادفات وكلمات متشابهة وكأنهن يعني exchangeable، ممكن تحط واحد محل الثاني، لكن بقول لا، الحمد شيء والشكر شيء. نحن في يعني حتى في سلوكنا العادي ممكن أي شخص أن تشكره، ممكن تشكر أبوه، أن أشكر لي ولوالديك، أشكر لي، ممكن أن تشكر مدير العمل، ممكن تشكر أي واحد يقدم لك كاس الشاي بتشكره، لكن الحمد لا يجوز إلا لله وحده، الحمد فقط لله، بينما الشكر لله ولغير الله. مايك. الحمد لله رب العالمين، لماذا قال رب العالمين ولم يقل رب العالمين؟ فالعالم المكلف عالم الإنس والجن، العالم المكلف، عندما يقول العالمين فهذا جمع، فهل هناك عوالم أخرى في رأيك عدا الإنس والجن؟ تفضل. شكرا يا إسلامي، هذه مرتبطة تماما بالكلمة التي تسبقها أو بالعبارة التي تسبقها أو بالعبارة التي تلحقها. الحمد هي مرتبطة بكلمة الحمد، الحمد للرب. نعم، نحن نحمد رب العالمين. لماذا نحمد رب العالمين؟ لأن رب العالمين، وأنا قلت لك قبل قليل أن الحمد لا يكون إلا لله، لكن السؤال لماذا يكون الحمد لله وحده بينما يكون الشكر لله ولغير الله؟ الجواب بسيط يا أخي الكريم، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فمعناته إحنا لا نستطيع أن نحمد إلا الله، لأن الله هو اللي يعني اللي أعطانا النعم كلها يعني. لكن أنت عندما تشكر شخص معين، أنت تشكره على شيء معين محدد بذاته. إذا قدم لك كاس الشاي بتقول له شكرا، وإذا إنه أخذك برحلة بتقول له شكرا، وإذا قدم لك عزومة بتقول له شكرا، وإذا عمل لك أي فيفر أي معروف بتقول له شكرا. فالشكر لشيء محدد بذاته، بينما الحمد للجميع كله. وهذا لما بيقول الحمد لله رب العالمين، لاحظ هنا جمعت الكلمتين لله ورب العالمين. لماذا لله؟ ما الفرق بين الإله والرب؟ يعني لما هو إله ولما هو رب، وكيف يكون نستطيع أن نميز بين من هو إله ومن هو رب؟ يعني وبالتالي سيكون الإجابة عليها سهلة جدا عندما نقول الحمد لله رب العالمين، لأنه يجب أن نميز بالبداية بين فكرة الألوهية وفكرة الربوبية. مايك. في قوله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله، والرحيم اسم أيضا أو صفة، ولكن السؤال لماذا ذكر هذين الاسمين وهذين اللفظين في آية واحدة؟
وما الفرق بين كلمة الرحمن والرحيم؟ لك المايك، تفضل. شكرا يا اسلامي. كمان لو عدنا الى الايه الاولى قلناها لذكرني الثلاثه بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بالايه الاولى كانت موجوده بسم الله الرحمن الرحيم، هذول ثلاث كلمات ثلاث مفردات، الله والرحمن والرحيم، فهل هن هذول الثلاث كلمات كلمات متطابقه متباينه؟ يعني هل استطيع ان اضع كلمه الله محل كلمه الرحمن او كلمه الرحمن محل كلمه الرحيم؟ طبعا لا. لو عدنا لقصه مريم، تذكر عندما تحدثنا عنها هناك مريم استعاذت قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فمريم استعاذت بالرحمن لم تستعذ بالإله ولم تستعذ بالرحيم، لما استعاذت مريم بالرحمن ولم تستعذ بالرحيم أو بالله نفسه يعني، فكيف نستطيع أن نميز بين هذه المفردات الله الرحمن الرحيم، من هو الله من هو الرحمن من هو الرحيم؟ للوهلة الأولى يا أخي الكريم، وهذه خطيرة جدا للغاية، خطيرة للغاية يعني، وهنا أرجو ألا يخرج هذا الكلام عن سياقه لأنه طبعا سيفهم الناس كل واحد بطريقته. أرجو أن تفهموا بالطريقة اللي بقولها كالتالي، أنه إحنا لما نتحدث عن الله والرحمن والرحيم، السؤال البسيط جدا لما هي ثلاث مفردات على وجه التحديد؟ لويش ثلاثة يعني؟ ما قصة الثلاثة هذه؟ الله الرحمن الرحيم، طب ما في أسماء الله الحسنى كثيرة، يعني في عندنا العليم والسميع والبصير والخبير، في أي أسماء كثيرة، لكن هل نستطيع أن نجمعها ونقول بسم الله العليم الخبير؟ هل بسم الله الكبير المتعالي؟ طبعا لا شيء، لا يا أخي الكريم، هي بسم الله الرحمن الرحيم. هذول ثلاث مفردات يعني خطيرات جدا ولهن يعني. دعنا نوضح الصورة. لو قرأنا سورة الفاتحة من البداية نقرأها بالشكل التالي: بسم الله الرحمن الرحيم. لو اقتطعنا كلمة بسم في البداية يبقى لدينا الله الرحمن الرحيم متصلة، بعدها الحمد لله رب العالمين، ذكر فيها اسم الله، في الآية التي بعدها الرحمن الرحيم مكررة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ما المقصود وما الهدف وما الغاية من هذا؟ تفضل. الهدف والغاية كبيرة جدا يا أستاذ إسلامي وللجميع، أنا أتحدث للجميع وأرجو أن ينال. أنا سأسأل سؤال بسيط جدا وأرجو أن يكون الحوار بالطريقة هذه الهادئة البسيطة جدا، يعني تكون الفكرة حتى تصل للجميع. إحنا عندنا الله والرحمن والرحيم، السؤال الأول هل هذه أو أي واحد من هذه الأسماء الثلاثة، أسماء الله هذول الثلاثة، هل هن الأسماء الحقيقية اسم الذات للإله؟ يعني هل الإله اسمه الله؟ هل اسمه الرحمن؟ هل اسمه الرحيم؟ أنا شخصيا أعتقد، وهذه طبعا تحتاج إلى توضيح كثير جدا، لكن أنا أعتقد في عقيدتي أن الله أو الرحمن أو الرحيم ليست هي الاسم الذات، مش البروبر نيم. يعني أنت اسمك محمد، أنت اسمك علي، أنت اسمك فلان، كل واحد له اسم. الإله نفسه ما هو الاسم الحقيقي له؟ هل اسمه الله؟ هل كان مثلا عندما خاطب موسى في الوادي المقدس وقال له يا موسى إنه أنا الله، هل قال له كلمة الله كما بالخطاب اللي جرى بينه وبين موسى؟ هل كلمة الله هي نفسها عندما أصبح في يعني وحي من الله إلى إبراهيم؟ هل كلمة الله، أليست كلمة الله هي كلمة عربية؟ أليست هي بلسان عربي مبين؟ فهل الله أو الرحمن أو الرحيم، هل أي واحد من هذول الثلاث مفردات تعني الاسم الحقيقي للإله؟ هل الله اسمه الله اسمه الحقيقي؟ لا يا سيدي الكريم، أنا أعتقد ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه من أسماء الله الحسنى وليس ولا تدل على اسم الذات للإله. مايك. المعروف عادة أن اسم الله هو اسم الله ويجمع كل الأسماء والصفات، هل تؤيد هذه الفكرة أم تعارضها؟ تفضل. نهائيا نهائيا إطلاقا هذا لا أؤيده على الإطلاق، الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم، وكل واحد لها ميزته ولا يجوز الخلط، يعني ما بصير نقول والله هذه تحوي على هذه وهذه تحوي على، لا كل واحد. أنا سأسأل السؤال الثاني يا سيدي الكريم، أول شيء كما ذكرت سابقا يجب أن نتفق الاسم الشخص الذاتي، اسم الشخص
أو اسم الكينونة لما بتذكرها تذكر كما هي. يعني أنت اسمك محمد، فأنت محمد بالعربي بالإنجليزي بالألماني بالإيطالي بيضل اسمك محمد، وأنا اسمي رشيد ما حدش بيروح يترجمه يقول والله هذا اسمه الوايزمان، هذا مش لا، بدك تقول رشيد. يعني حتى لو بتحكي روسي بدك تقول رشيد، فاسم الذات لا يتغير، بينما الأسماء الحسنى هي أقرب إلى، يعني بالكلام العامي أقرب إلى الصفات، يعني إلى الصفات. فالإله، فالله هذه صفة للإله، والرحمن هي صفة للإله، والرحيم هي صفة للإله، وهذه صفات للإله، كل واحد منها مسؤول عن شيء معين. الإله يعني سنتحدث عن هذا بتفصيل بعد قليل، لكن أرجو أن يعني نركز على هذه النقطة. أنا لا أؤمن على الإطلاق بأن كلمة الله أو الرحمن أو الرحيم هي اسم للإله. الإله له اسم خاص به، وهذا الاسم عابر للزمان والمكان. لو تحدث به مع موسى ولا مع محمد ولا مع إبراهيم ولا مع عيسى حيبقى الاسم ذاته. فما هو الاسم الذات الحقيقي للإله؟ هذه مش اسمه الله. لما كان يتحدث مع موسى ما قال له الله، لأنه هذا لسان عربي مبين، هذا باللغة العربية. إذا احنا بنعرف العبرية في كلمات كثيرة تعود، يهوى وإلهيم وإلى آخره هاي الكلمات، وفي الآرامية كذلك، وفي الأكادية واللغات القديمة دائما، وحتى في لغات الميثولوجي، يعني حتى في الميثولوجي يعني بتجد في أسماء معينة للآلهة، بتعرفوا بالديارات المصرية القديمة والإغريقية والشرقية. هل نستطيع أن نفهم فهما مما قلته أن الاسم يبقى ثابت وإن نطقت به بأي لغة في العالم يبقى الاسم هو اسم، لكن الصفة يمكن ترجمتها مثلا إلى لغات أخرى، والله ليست اسم هي صفة لأن فيها ترجمات وألفاظ مختلفة، أهذا ما تقصد؟ تفضل. هذا ما أقصد بشكل عام، لكن على سبيل الدقة نحن نقول عن هذه باللفظ القرآني هي أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى، لا نقول اسم الله، لكن نقول اسم الله من الأسماء الحسنى. ويجب أن نفرق بين الاسم، اسم الذات الإلهية. الذات الإلهية لا بد أن له اسم، هذا لا يتغير لا بزمان ولا بمكان ولا بلغة. لكن الأسماء الله الحسنى طبعا يمكن ترجمتها في كل لسان. موسى قالها بطريقة معينة، عيسى قالها بطريقة معينة، إبراهيم قالها بطريقة معينة، وما من رسول إلا بلسان قومه. فهنا يصبح في إشكالية في تحديد اسم الذات الإلهية. والمشكلة الأخرى في هذه التسميات الثلاثة، أسماء الله الحسنى الثلاثة، الله والرحمن والرحيم، ما هي خصوصية هذه الأسماء الثلاثة من دون أسماء الله الحسنى الأخرى اللي هي زي العليم والخبير والسميع والبصير؟ هذول الثلاث أسماء ليهن قصة كبيرة جدا جدا. إذا أحببت أن يكون النقاش كله عن هذول الثلاث مفردات على وجه التحديد، أنا ما عندي مشكلة، وسأبين لك وجهة نظري في هذه الأسماء الثلاثة على وجه التحديد. مايك. نحن لازلنا في بداية سورة الفاتحة ولا نريد أن نستعجل، نريد أن نفهم كي نستطيع أن نتابع على فهم إن شاء الله رب العالمين. الآن الله الرحمن الرحيم، ذكرت أن لها قصة معينة، ما هي القصة؟ وأتمنى أن تكون بشكل سريع. تفضل لك المايك. أبسط ما يمكن أن ننطلق منه يا أخي إسلامي، وهذا للجميع، أبسط ما ننطلق له أن الإله يعني منفصل عن خلقه. لا شك أن وجود الإله سابق لوجود الخلق. يعني الله كان عرشه على الماء، وبعدين خلق السماوات والأرض، وخلق لكم ما في الأرض جميعا، وجعلكم خلائف في الأرض، وكل القصة، وخلق الجان، وخلق الحيوانات، وخلق الدواب، وخلق وأنزل الأنعام، وكل هذه الأشياء. لكن السؤال البسيط جدا، ما قبل الخلق، ما قبل أن يخلق، ماذا كان قبل أن يخلق؟ مايك. أتمنى أن تكون الإجابة واضحة من عندك وكاملة في مايك واحد دكتور رشيد. تفضل تابع، لك المايك. سيدي الكريم، ما أريد أن أقوله أن الله هو الاسم من أسماء الله الحسنى التي تبين وتوضح لنا ما كان قبل الخلق. قبل أن يخلق أي شيء كان الله،
وكان عرشه على الماء، وما كان هناك خلق، فهو الله. الله في صفته ما قبل الخلق، لكن في لحظة معينة، في لحظة زمنية معينة، الإله بدأ الخلق، بدأ يخلق. وإذا بدأ يخلق بالحالة هذه الآن لم يعد الله. وأرجو هنا أن ينتبه الناس للألفاظ، ما يعني هنا سيصبح في غلط في الفهم، لكن ما أريد أن أقوله، ما أن بدأ يخلق حتى أصبح ربا، حتى أصبح ربا، صار رب يا سيدي الكريم، رب كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن هو رب يعني بلحظة الخلق، ما قبل الخلق هو الله، هو رب ما بعد الخلق عندما أصبح يخلق، ولذلك هو رب كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما. وما زال أنه رب كل شيء معناته هو المكلف وهو المسؤول عن إطعام ورزق وحياة هذه الكائنات كلها. فلأنه رب، زي ما أنت بتقول أنت رب البيت يا سيدي الكريم، أنت رب البيت، بنقول رب البيت، رب الأسرة. ما معنى رب البيت أو رب الأسرة؟ اذكرني يوسف بيقول لصاحب السجن اذكرني عند ربك، فكلمة الرب هو المسؤول. فما زال أن هذا الإله